بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونحن في هذه الأيام والليالي الكريمة المباركة، أيام وليالي شهر شعبان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان بخير وأمن وأمان وسلام، اللهم آمين. أيها الأحبة، من حسن الطالع أن نأتي إليكم في هذا الأسبوع الدعوي، وهذا هو اليوم الثاني في هذا الأسبوع، من حسن الطالع أن نأتي في هذه الليالي الكريمة المباركة، فقد اقتربت ليلة الترجية وليلة الترضية وليلة جبر الخواطر، ليلة النصف من شعبان. في هذه الأيام والليالي الكريمة المباركة التي أوصانا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا نغفل عن شهر شعبان، استعدادا لشهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. ودوما أكرر، حسنا تفعل وزارة الأوقاف عندما نظمت وتنظم هذه الأسابيع الدعوية الثقافية التي فيها تستمعون إلى القرآن الكريم يتلى، وفيها تستمعون إلى كلمات علمائنا الأجلاء الأفاضل، وفيها تستمعون إلى الدعاء والابتهال، وكل ذلك يعمل على نشر الفكر الوسطي، وعلى نشر الوعي، وعلى نشر الثقافة، وعلى نشر سماحة ديننا الإسلامي الحنيف. وزارة الأوقاف تجوب مساجد مصر العامرة لتنشر من خلال هذه الأسابيع الثقافية الفكر الوسطي وسماحة الدين الإسلامي، وتنشر الوعي والثقافة، وكل ذلك يأخذ بيد المجتمع نحو النمو والازدهار، ويعمل على التماسك والترابط والتراحم والتكافل، ويعمل على نشر السلام ونشر الوئام بين أفراد المجتمع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذا العمل خير الجزاء، وأن يجزيكم جميعا خير الجزاء على تلك الخطوات التي خطوتم بها إلى بيت الله هذا العامر. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء قارئاً فضيلة القارئ الشيخ السيد الغطاني،
ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ عثمان هلال، ويحضر معنا من علمائنا الأجلاء سعادة الأستاذ الدكتور المفكر الأستاذ الدكتور حسام الدين موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة القاهرة، كما يحضر معنا فضيلة العالم الجليل أحد قادة وزارة الأوقاف ومن مفكري وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور عبد الخالق العطيفي وكيل مدير مديرية أوقاف الجيزة. يحضر معنا كوكبة من علماء وزارة الأوقاف. يحضر معنا من أوقاف الجيزة فضيلة الشيخ محمد حسين قاسم مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ محسن السيد مسؤول شؤون القرآن الكريم بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة بمديرية أوقاف الجيزة، وفضيلة الدكتور أحمد أبو طالب مسؤول الإرشاد الديني بمديرية أوقاف الجيزة، وفضيلة الشيخ عبد المنعم فهيم مدير إدارة جنوب أوقاف الجيزة. نشكر للعاملين في هذا المسجد، مسجد خاتم المرسلين، على حسن التنظيم وحسن الاستقبال. معنا إمام مسجد خاتم المرسلين فضيلة الشيخ عبد السميع محمد. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء الدعوي رواد هذا المسجد العامر من أهالي حي العمرانية وأهالي محافظة الجيزة، كما يحضر معنا أعضاء مجلس إدارة مسجد خاتم المرسلين، وجمع غفير من الذين جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم وإلى كلمات العلم وإلى الدعاء وإلى الابتهال، وجاءوا يرووا ظمأهم من الثقافة الإسلامية. أيها الأحبة، يبشركم حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله لنا شفيعا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وتجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما أيضا ومرحوما. أيها الأحبة، بشرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا المجلس يذكره الله سبحانه وتعالى في من عنده. تنزل علينا الملائكة تحفنا، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. فاللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين. بأحلى الكلم وبأفضل الذكر نبدأ اللقاء. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ السيد الغطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه قل ما إلا
يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل له
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين حقا أيها الأحبة
إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه إنه القرآن الكريم. استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد الغطاني، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية بمحافظة الجيزة. ضمن هذا الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، أيها الأحبة، يدور موضوع الليلة وهذا اللقاء حول التوكل على الله سبحانه وتعالى وضرورة الأخذ بالأسباب، وهذا الموضوع في غاية الأهمية، وأكرر الشكر والتقدير إلى القائمين على هذا العمل في حسن اختيارهم لتلك الموضوعات التي تهم المجتمع وتعمل على رفعته وتعمل على نشر الفكر والوعي والثقافة. فهناك فرق بين التوكل وبين التواكل، كما سوف نستمع من علمائنا الأجلاء. فالمولى سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل عليه، ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة التوكل عندما يقول: لو توكلتم على الله حق توكله. إذن فهناك توكل حقيقي وهناك توكل غير حقيقي، هذا بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. التوكل الحقيقي أن تأخذ بالأسباب وتعتصم برب الأسباب، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، كما يقول فضيلة إمام الدعاء فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى: الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الطالب يذاكر ويجتهد في مذاكرته وفي تحصيل دروسه وقلبه معتصم بالله متوكل على الله سبحانه وتعالى. الفلاح يحرث الأرض ويضع البذر ويأخذ بجميع أسباب الزراعة وقلبه معتصم بمن؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سوف يروي علماؤنا الأفاضل الأجلاء ظمأنا في هذا الموضوع الذي يدور حول التوكل وضرورة الأخذ بالأسباب. معنا إن شاء الله تعالى سعادة الأستاذ الدكتور حسام الدين موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة القاهرة، ومعنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور عبد الخالق العطيفي، وكيل مدير مديرية أوقاف الجيزة، والذي سوف يحدثنا الآن، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه،
ثم أما بعد، أيها الأحباب، يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بحضراتكم في إطار هذا الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف، وهو أمر طيب وجميل أن يكون أسبوعنا هذا الأسبوع في رحاب مسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، هذا المسجد الذي نحبه والذي نحب أهله ورواده، فهو مسجد منفوح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة الطيبة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذه الجلسة وما يتلى وما يقال وما يوضع في الأذهان وفي العقول وفي القلوب والأرواح في ميزان حسنات من سن هذه السنة الطيبة، لتكون هذه المساجد بيوت الله العامرة بمجالس العلم والذكر والفقه والروحانية والنورانية والنفحات الربانية. حديثنا عن التوكل وضرورة الأخذ بالأسباب، وقد فتح أستاذنا الدكتور أحمد القاضي لنا بابا ندلف عليه حين قدم لهذا الموضوع، من حيث إن التوكل لا ينفك أبدا عن الأخذ بالأسباب. وساق حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، فأثبت لها رواحا وغدوا. لكن قبل أن يدلف بنا إلى هذا الباب، ذكرنا شيخنا القارئ العزيز الجليل بما تلا على مسامعنا من كتاب الله العزيز، وأحسن الاختيار حين بدأ بقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وبنظرة سريعة إلى ما تلاه على مسامعنا مولانا وشيخنا، يأمرنا ربنا بالتوكل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهو توكل في محله، ثم بعد أن يأمرنا بالتوكل يذكرنا بأن الذي نتوكل عليه هو الحي الذي لا يموت، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك وأنت تتوكل على الله جل في علاه، أنت تتوكل على القادر على كل شيء، الذي خلقك وسواك ورزقك، الذي يكلأك ويحفظك ويجعلك في عنايته ورعايته منذ نعومة أظفارك بل قبل أن يخلقك فمهد لك الكون. الله سبحانه وتعالى الذي نتوكل عليه هو الذي خلق السماوات والأرض. هل تدري معنى ذلك؟ أنت مجرد إنسان بشر تعيش في الأرض، في الكرة الأرضية، وهي كوكب من ضمن كواكب المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية مجموعة تحتوي على عديد من الكواكب. يعني اسمحوا لي أن ألبس قميص الدكتور حسام موافي حتى يحضر. هذه المجموعة الشمسية تحتوي على عدة كواكب، والمجموعة الشمسية واحدة من مجموعات متكاثرة في المجرة التي نعيش فيها، وهذه المجرة واحدة من يقال من 2 تريليون مجرة تسبح في هذا الكون الفسيح، وكل ذلك في سماء الدنيا. أو يعجز خالق هذا الكون الفسيح
أن يسوق إليك رزقك من طعمة أو شربة ماء أو كسوة تلبسها أو مستقبل لبنيك وأولادك وبناتك، حاشاه جل في علاه. فأنت عندما تتوكل على الله فلا بد وأن تعلم على من تتوكل. طيب، عايز تتوكل هذا شأنك لأنك تعرفت على الله جل في علاه. مش عايز تتوكل بلاش تتوكل، لكن خلي بالك، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له مخا، مخ الإنسان دوت يتكون من 100 مليار خلية عصبية، لو تعطلت خلية واحدة منها لحدثت مشكلة عظيمة في الجسم. بلاش تتوكل، لكن خذ يا سيدي الباسورد بتاع 100 مليار خلية عصبية اللي بيشتغل بها مخك، وشغل مخك انت مع نفسك. لا يقدر على ذلك إلا الله جل في علاه. فلما تتوكل، تتوكل على الحي الذي لا يموت، وأنت تقدس الله وتنزه الله وتسبح الله جل في علاه. فما معنى التوكل؟ ده الأمر بالتوكل، لكن ما معنى التوكل؟ أقول لكم كلمات مختصرة في التوكل ربما نحفظها أو يحفظها بعضنا، لكنها تعرفنا ماذا التوكل أو ما هو التوكل. لما سئل بشر الحافي رضي الله عنه عن التوكل وحقيقته، قال: سكون بلا اضطراب، واضطراب بلا سكون. سكون بلا اضطراب، واضطراب بلا سكون. فقالوا: فسر، يعني ايه ما هذه الأحجيات وهذه الألغاز؟ يعني ايه سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون؟ فقال: سكون بلا اضطراب، نحن نتحدث عن قلب وعن جوارح. عن ايه؟ عن قلب وعن جوارح. فالقلب يسكن إلى الله ويتقوى بالله ويتوكل على الله، فهو في غاية السكون والهدوء والطمأنينة والسكينة. سكون للقلب. طيب، وما هو الاضطراب؟ قال: لا يعني سكون القلب وتوكله على الله أن تسكن بجواره الجوارح فلا تعمل ولا تسعى ولا تتكسب، بل يجب على الجوارح أن تضطرب في كسب العيش وفي طلب المعيشة وفي العمل. سكون في القلب بلا اضطراب، واضطراب في الجوارح بلا سكون. فهمنا؟ يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن القلب وعن الجوارح، ولكل منهما عمل وشغل. فعمل القلب أن يطمئن ويسكن ويملأه النور بمعرفة الله جل في علاه، فلا يشغل نفسه بشيء من أمور الجوارح التي تسعى في هذا الكون. وعمل الجوارح أن تكد وتسعى وتعمل وتتكسب لتعيش في هذه الحياة، فلا يطغى عمل على عمل. للعمل القلب عمله وللجوارح عمله. وعلى الإنسان المتوكل على الله أن يجعل الاثنان يعملان في توقيت واحد: سكون في القلب بلا اضطراب، واضطراب في الجوارح بلا سكون. ولذا قال ابن القيم، وقد جمع سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديثه الصحيح، فقال: احرص على ما ينفعك. احرص على ايه؟ ما ينفعك. العمل، اشتغل وكد واسعى، وعلشان تأكل أولادك، وعشان تسعى في هذا الكون، ومن أجل أن تعمر هذا الكون. أنت مستخلف في هذا الكون لتعميره وعمارته. احرص على ما ينفعك. وإيه تاني؟
نأتي بقى للجزء الثاني، عمل القلب. واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله يعني ايه؟ مش بالجوارح بقى، ده عمل القلب، استعانة والتوكل على الله. فجمع سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في هذا الحديث الصحيح الشريف. وأزيدكم من الشعر بيتا، وأخذكم سريعا إلى حيث مكة المكرمة حال إنشاء البيت الحرام، حيث السيدة هاجر وسيدنا الخليل إبراهيم الذي علمنا معنى التوكل على الله، حيث ألقي في النار. ولما جاء إليه سيدنا جبريل قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، فقد غاب في الله عن الكون كله. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وضع امرأته زوجه وابنه في صحراء قاحلة، فتعلقت السيدة هاجر بثيابه وبتلابيبه: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ انت رايح فين وسيبنا في المكان ده؟ عمال بتتلفت مش لاقي حتى صريخ ابن يومين على رأي المثل العام زي ما بنقول يعني. أين تذهب وتتركنا؟ فلم يرد عليها. فلما أكثرت علي وانتهت بقولها: الله أمرك بهذا؟ هو ربنا اللي أمرك باللي انت بتعمله ده؟ قال: نعم. فقالت: رضيت بالله. وفي رواية قالت: إذن فلن يضيعنا. ده التوكل، توكل على الله. هذا في البداية. وترك عندها شنة بها ماء، وكانت تشرب من الماء وتدر اللبن ويشرب الطفل الرضيع، حتى نفذ الماء من الشنة وجف ضرعها لأنها لا تشرب، وظل الطفل يبكي. فماذا تفعل وهي الموقنة بأن الله تعالى لا يضيعها؟ صعدت على الصفا مرة وعلى المروة مرة، ثم الثانية ثم الثالثة، حتى أتمت 7 أشواط بين الصفا والمروة. كل ذلك تفعل ماذا؟ تسعى وتأخذ بالأسباب، حتى أرسل الله لها الملك وضرب الأرض بجناحه ففارت عين زمزم. فظلت تحوز الماء هكذا. وماذا بعد؟ قال لها الملك لما رآها تحرص على جمع الماء، وهي المتوكلة أولا وهي التي أخذت بالأسباب ثانيا، قال لها الملك: لا تخاف الضيعة. لا تخاف إيه؟ الضيعة. كنت فاكر ربنا هيضيعك؟ لا تخاف الضيعة، إنها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. توكل وأخذ بالأسباب. ولذا سيدنا صلى الله عليه وسلم غرس في نفوسنا وفي قلوبنا أن نعمل في هذه الحياة ولا نركن إلى العجز والكسل، وأن نعلم ما هو التوكل. لذا في الحديث المشهور الذي نحفظ بعضه ولا نعرف بعضه الآخر، وهو عند أبي داود في سننه: جاء رجلان يتقاضيان عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يقضي بينهما، يعني مختلفان في أمر ما، وجاء إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهما، فقضى لأحدهما على الآخر، فقال المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني تخيلوا إن واحد يحاسب في وش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان حكم عليه. يا حسبنا الله ونعم الوكيل، ده بيقولها في وجه القاضي سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيد أهل الأرض وأهل السماء صلوات ربي وتسليماته عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. وده بنشوفه كتير في حياتنا، تلاقي الواحد
ظالم ومجرم وحالته حالة، أول ما يجي عليه الحق يقول حسبي الله ونعم الوكيل. بيحصل. طب يعمل إيه سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوات ربي وتسليماته عليه للرجل: إن الله يلوم على العجز مش على التوكل. إن الله يلوم على العجز فاحرص على ما ينفعك واستعن به. طيب هتعمل اللي عليك وبعد ذلك تقول إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. مش تبقى قاعد ما عملتش أي شيء وتقول إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قل له أنت المقصر وإنت العاجز، وإن الله تعالى يلوم على العجز. قبل ما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل اشتغل واثبت حقك واثبت جدارتك، وبعد كده قول حسبنا الله ونعم الوكيل. أتجد بعدها على طول مباشرة إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ده هو التوكل. لذا بعض من لا يفهم التوكل يعني زي حضارتنا، يعني جاءوا إلى الإمام أحمد وقالوا له: نريد أن نذهب في قافلة إلى الحج ولا نحمل زادا. ولا نحمل إيه؟ زادا. ليه عايزين تعملوا كده ليه؟ فقالوا: لأننا متوكلون على الله، بقى نحن رايحين حج البيت ونقصد بيت الله الحرام، وعايزنا كمان ناخد أكل وشرب معانا، وربنا مش هياكلنا ولا إيه؟ نذهب إلى الحج ونأخذ زادا معنا، سندخل إلى القافلة ولكن بدون زاد. قال: إن كان ولا بد، طالما أنتم متوكلين كده وما شاء الله يعني الإيمان واخد حده معاكم، إن كان ولا بد فاذهبوا إلى الحج بعيدا عن القافلة، سافروا لوحدكم. قالوا: إلا القافلة. سافروا لوحدنا إزاي؟ إلا القافلة. فقال: إذن فأنتم متوكلون على جرب الناس لا على الله. أنتم هتطلعوا على للناس، فأنتم متوكلون على جرب الناس لا على الله. روح اذهب لوحدك يعني. إذن هذا هو الفهم الصحيح السديد الرشيد لمعنى التوكل على الله: سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم السكون والسكينة والعزة والوقار، وأن يتنزل علينا برحماته وبركاته ونفحاته ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يتنزل على مصر بالخير والحفظ والبركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، ومن شرور خلقك سلمنا. ارفع عنا البلاء والغلاء وسيء الأسقام. وفقنا يا مولانا لما تحبه وترضاه يا واسع الفضل يا عظيم المن يا ذا الجلال والإكرام. وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحم مشايخنا وعلماءنا، واجزهم عنا وعن دينك خير الجزاء، إنك على ما تشاء قدير. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى كلمة العلم، هذه الكلمة العطرة الطيبة من فضيلة العالم الجليل أحد قادة وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور عبد الخالق العطيفي،
وكيل مدير مديرية أوقاف الجيزة، والتي حدثنا فيها عن فضل التوكل وضرورة الأخذ بالأسباب، وهذا هو موضوع لقاء اليوم. وأفاض فضيلته وبين معنى التوكل الحقيقي في حديث حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين وعد الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه. ثم أخذ في بيان ضرورة الأخذ بالأسباب، وضرب لنا الأمثلة من السيرة النبوية الشريفة ومن سير الأنبياء والصحابة والتابعين، وبين لنا أن المسلم عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن التوكل الحقيقي هو أن تأخذ بالأسباب. عندما تعز الأسباب وتنقطع الأسباب، يقول المولى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر هو الذي تقطعت به الأسباب، أخذ بكل الأسباب. لذلك حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في غار ثور وقد أخذ بكل الأسباب في رحلة الهجرة، من التخفي، من إحضار الرحلة والراحلة، حتى الدليل عبد الله بن أريقب في الرحلة، أخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب، حتى السيدة أسماء التي كانت بمثابة وزارة تموين، سلاح تموين وتغذية للمصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه سيدنا أبي بكر الصديق، ثم أيضا سيدنا عبد الله ابن أبي بكر الذي كان بمثابة جهاز مخابرات للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسيدنا أبي بكر. الشاهد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب. لذلك عندما عزت الأسباب ويقول له الصديق رضوان الله عليه: يا حبيب الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. كفار مكة وصناديد مكة وفتيانها وشبابها الأقوياء جاءوا بعالم الأثر وعلماء الأثر واكتفوا، تقصوا أثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والصديق، إلى أن وصل عالم تقصي الأثر إلى باب غار ثور وقال: أقسم أن محمد وصاحبه في هذا الغار. سيدنا أبو بكر يسمع هذا الكلام والحبيب المصطفى يسمع هذا الكلام، هو قد أخذ بالأسباب كلها. يقول الصديق لسيدنا أبي للمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا حبيب الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. ما هي شعرة اللي بيننا ما بينه؟ انظر إلى الثقة في الله، التوكل على الله. عندما تعز الأسباب فثق في رب الأسباب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هذا هو التوكل الحقيقي. كليم الله موسى يخرج بمن آمن معه من مصر ويتخذ كل الاحتياطات ويخرج ليلا، ولكن الأنباء تصل إلى فرعون فيقسم فرعون أن يتبع سيدنا موسى ومن آمن معه،
بجنوده وبجيشه الجرار ويقود الجيش بنفسه ليقتل سيدنا موسى ومن معه، إلى أن يقول بنو إسرائيل عندما رأوا فرعون بجيوشه الجرارة وبجنوده إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون من ورائنا، فيا موسى إما أن نموت غرقا في البحر أو نموت تحت أقدام خيالة فرعون وجنود فرعون. ماذا قال الذي أخذ بالأسباب ولكن القلب معتصم برب الأسباب؟ قال كلا. كلا عبارة وكلمة قاطعة خارجة من نفس واثقة في الله عز وجل. كلا إن معي ربي سيهدين. وصدرت الأوامر من رافع السماء بلا عمد، والقصة الكل يعرفها وكلنا يعرفها. ونجى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه. التوكل على الله، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. لذلك أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، المسلم لا يفتن بالأسباب أبدا. الأسباب تأتي بالنتائج، ولكن بإذن من؟ بإذن رب الأسباب. لذلك لما جاءت السيدة مريم إلى قومها تحمل سيدنا عيسى، ولدت سيدنا عيسى، تقدم منها عالم وتقي ابن عمها يوسف النجار، وقال لها يا ابنة العم أينبت زرع بدون ماء؟ عبارة لطيفة، عبارة لطيفة في أدب. أينبت زرع بدون ماء؟ نحن نعرف عفتك ونعلم تقواك وورعك، ولكن يعني نريد تفسير. أينبت زرع بدون ماء؟ اسمع إلى رد السيدة مريم عليها السلام. قالت له يا يوسف يا ابن العم، من الذي جعل الزرع يحتاج إلى ماء لكي ينبت؟ قال لها الله. قالت له إن الذي جعل الزرع يحتاج إلى ماء لكي ينبت قادر على أن ينبت الزرع بدون ماء. انتهت القضية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فإذا تقطعت بنا الأسباب نعتصم بمن؟ بالله. لذلك أبشروا دائما ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ولكن توكل على الله كما توكل عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحق التوكل بالأخذ بالأسباب. نسأل الله تعالى في هذه الليلة الكريمة المباركة، نسأل الله تعالى أن ينزل علينا من رزقه ومن فضله ومن كرمه، اللهم آمين. وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها بنصره، وأن يرزقها برزقه، وأن يسترها بستره، وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين، بل والعالم أجمع. فرسالة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم في هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية بمحافظة الجيزة. أيها الأحبة، سعادة الأستاذ الدكتور حسام الدين موافي حريص كل الحرص على الحضور إليكم، ولكن أحباب رسول الله، يعني مشهد قصير
سيدنا ابن عباس رضوان الله عليه جالس في مسجد رسول الله معتكف في العشر الأواخر من رمضان، وجاءه من همس في أذنه، فقام سيدنا عبد الله بن عباس وخرج من المسجد مع الرجل مسرعا، ينادي عليه الصحابة: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، نحن في الاعتكاف، انت خارج وسايب الاعتكاف. فخرج ثم غاب ورجع إليهم، فقالوا: كيف خرجت ونحن في اعتكاف؟ وفي اعتكاف فين؟ في مسجد رسول الله. قال لهم: إن الذي دخل همس في أذني يريد أن أقضي له حاجة، أفرج لي كرب، وقد سمعت صاحب هذا المسجد يقول: لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير من أن يعتكف في مسجدي هذا. واعتكاف يوم واحد في مسجد حبيبنا المصطفى يباعد الله بينه وبين يباعد الله بين صاحب الاعتكاف العبد وبين النار 70 خريفة، 70 سنة. لكن قضاء حوائج الناس. فالأستاذ الدكتور سعادة الدكتور حسام موافي، تعلمون أنه أستاذ الحالات الحرجة، فحالة حرجة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نسأل الله لعلمائنا الأفاضل الأجلاء أن يحفظهم بحفظه، وأن يجعلهم دوما مفرجين للكروب، قاضين لحوائج الناس، اللهم آمين. أيها الأحبة، نصل بحضراتكم إلى مسك الختام، إلى الدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ عثمان هلال. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء إلا الله، لا إله
الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله رب الملك والملكوت، رب الملك والملكوت، رب العزة والجبروت، رب الملك والملكوت، رب العزة والجبروت، حي باق لا يموت، حي باق لا يموت، حي باق لا يموت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله الله، لا رب الليل والنهار، رب البر والبحار، رب الليل والنهار، رب البر والبحار، رب الليل والنهار، رب البر والبحار، رب الخصب والقفار، رب الخصب والقفار، رب الخصب والقفار، لا إله إلا الله، لا الله، لا إله إلا الله، رب الخلق أجمعين، رب الرزق والمعين، رب الخلق أجمعين، رب الرزق والمعين، رب الخلق أجمعين، رب الرزق والمعين، صاحب الشرع المبين، صاحب الشرع المبين، صاحب الشرع المبين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الشرور والبلاء والغلاء سلم، وعلى غيرك لا تكلنا
احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وردنا إليك مردا جميلا يا أكرم الأكرمين يا رب. اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل. اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل. اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل. فهو بر ورحيم يسأل الداعي فيقبل. إن تتب عن ذي المعاصي إن ربك يتقبل. لازم التقوى دواما إن ربك ليس يغفل. فأجرنا يا إلهي بالنبي طه المزمل. صل يا ربي دواما على الحبيب طه المكمل. قمر المدينة سيدنا النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ عثمان هلال، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن الأسابيع الثقافية برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونحن نتقدم إلى المولى سبحانه وتعالى بالحمد والشكر أن عادت مساجدنا لتؤدي رسالتها على أكمل وجه، في الصلاة، في قراءة القرآن، في المقارئ العامة، في المقارئ النموذجية، في مجالس العلم، مجالس الحديث، مجالس الفقه، في حلق الذكر، في الأنشطة الثقافية والأنشطة القدمية. فحمدا لله سبحانه وتعالى على هذا الفضل، ونسأل الله أن يجعل مساجدنا عامرة إلى يوم القيامة.
وأن يجزي الله سبحانه وتعالى جميع القائمين على هذا العمل خير الجزاء. أيها الأحبة، كان معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ السيد الغطاني، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ عثمان هلال، وكان معنا من العلماء الأجلاء الأفاضل فضيلة الدكتور عبد الخالق عطيفي، وكيل مدير مديرية أوقاف الجيزة، وحضر معنا من قيادات مديرية أوقاف الجيزة فضيلة الشيخ محمد حسين قاسم مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ محسن السيد مسؤول شؤون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الجيزة، وفضيلة الدكتور أحمد أبو طالب مسؤول الإرشاد الديني بمديرية أوقاف الجيزة، وفضيلة الشيخ عبد المنعم فهيم مدير إدارة جنوب أوقاف الجيزة. حضر معنا جمع غفير امتلأ المسجد بهم فجزاهم الله خير الجزاء. الشكر موصول ومقدم إلى جميع العاملين في هذا المسجد العامر، مسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، إلى فضيلة إمام هذا المسجد على حسن التنظيم وحسن الاستقبال فضيلة الشيخ عبد السميع محمد. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.